السلام عليكم، يعطيكم العافية. طلاب الصف الخامس، اليوم يا خامس راح نحل معكم أسئلة مراجعة الوحدة لوحدة المادة صفحة 63 و 64. افتح لكتابك يا خامس عشان نحل الأسئلة سويا. هلأ يا خامس، السؤال الأول صفحة 63 كتابكم العلوم بحكي لك يا خامس: المفاهيم والمصطلحات، اكتب المفهوم المناسب في الفراغ، مقدار الكتلة الموجودة في حجم محدد من المادة، شو كنا نسميه؟ كثافة هي مقدار الكتلة الموجودة في الحجم. طيب، قوة تؤثر في الجسم فتدفعه إلى الأعلى عند وضعه في سائل أو غاز، هي قوة إيش؟ قوة الطفو. ممتازة، حسب كثافة الجسم ترفعه للأعلى أو بضل عنا في الأسفل. الفرع الثالث من السؤال الأول: النقصان في حجم المادة الناتج من تغير درجة حرارتها، شو بنسميه لما بنقص حجم المادة؟ انكماش حراري. وآخر فرع بالسؤال الأول بحكي لك: تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، من غازي إلى سائل بنسميه تكافف. السؤال الثاني بحكي لك يا خامس: أحدد العمليات التي تحدث للمواد في المخطط الآتي، وذلك بكتابة اسم العملية المناسبة بدلا من الرقم. اطلع عندك على كتابك صفحة 63 يا خامس، راح تلاحظ معطينك زي مخطط أو رسم، حاطين لك حالات المادة الثلاث صلبة وسائلة وغازية، وحاطين لك مجموعة من الأرقام 1 2 3 4 5. بدل هاي الأرقام احنا نكتب تحولات المادة. هلأ المادة لما بتتحول من صلب إلى غاز مباشرة، من حالة صلب إلى حالة غازية مباشرة، شو سمينا هاي الحالة يا خامس؟ ممتاز، التسامي. طيب، تاني إشي تحولت من صلب إلى سائل، شو نسميها؟ التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة انصهار. ثلاثة، تحولت من السائلة إلى غاز، شو نسميه؟ من سائل إلى غاز، تبخر. أربعة، تحولت من غاز إلى سائل، من حالة غازية إلى الحالة السائلة، شو سمينا؟ تكاثف. وتحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بنسميه التجمد. واضح يا مس؟ هاي الخمس حالات، بدل الرقم نكتب شو العملية اللي صارت إلها. أنا كاتبت لكم الخمس عمليات يا خمس. السؤال الثالث بحكي لك: أستعمل جدول أي المادتين في جدول البيانات الآتي: تطفو على الماء، الشمع، أم الفضة، وأيهما يغرق؟ ووضح إجابتي. معطيك ثلاث مواد يا خامس صفحة 63: شمع، ماء، فضة، ومعطيك كثافة كل واحد منهما. الشمع 93%، الماء 1%، الفضة 10.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هلأ بحكي لك يا مس، مين رح يطفو ومين رح يغرق بالنسبة للماء؟ هلأ رح يطفو بالماء اللي هو الشمع، لأنه كثافته أقل من كثافة الماء. الشمع تطفو لأنه كثافتها أقل. أما الفضة هي رح تغرق لأنه كثافتها عالية، أعلى من كثافة الماء. الفضة تغرق لأن كثافتها أعلى. واضح يا خامس؟ حكينا كثافته أقل يطفو، والكثافته أكثر يغرق، أو كثافته أعلى. ننتقل لصفحة 64 بكتابك، السؤال الرابع: أوضح ما العلاقة بين حجم المادة ودرجة حرارتها؟ إذا بتذكر الانكماش الحراري اللي حكينا عنه، في شو علاقته بحجم المادة؟ هلأ حكينا إذا ارتفعت درجة حرارة المادة شو بيصير؟ بيزداد حجمها. أما إذا قلت درجة الحرارة شو بيصير بحجم المادة؟ رح يقل عنا يا خامس. إذا يزداد حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها، لأنه راح تتمدد، راح تتباعد جزيئاتها أو الجزيئات المكونة لها عن بعض البعض، فيزداد حجمها. أما في حال انخفاض درجة الحرارة فيقل حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها، لأنه جزيئاتها بتقل حركتها وبتتراص أو بتتقارب من بعض البعض، فبيقل عندي حجم المادة. السؤال الخامس بحكي لك: أستنتج لماذا يطفو قارب صيد كبير الحجم على سطح الماء وتغرق سنارة صائر حديدية صغيرة الحجم؟ هلأ حكينا قبل هالمرة أن الصيد أو البواخر أو السفن يا خامس ليش تطفو على سطح الماء؟ لأنه فيها غرف أو حجر بتكون معبأة بشو؟ معبأة بالهواء، فالهواء رح يقلل عنا من كثافة هذا القارب، حتى لو مصنوع من خشب حتى لو مصنوع من حديد، فالهواء رح يقلل من كثافته لأنه هي بتكون معبأة أكثر إشي بالهواء، يعني هي إطارها الخارجي بس عبارة عن مادة ألمنيوم أو حديد أو خشب أو إلى آخره، بس المادة الأكثر أو بتكون معبأة فيها اللي هي الهواء، فبالتالي السفن أو القوارب أو البواخر تطفو عنا على سطح الماء، بينما لو جبت مسمار حديد رح يغرق،
او سناره صيد بحكي لك حديديه راح تغرق، لانها بتكون عباره عن كلياتها جسيمات او جزيئات حديد متراصه على بعضها البعض، يعني ما في بداخل الهواء. هلا السناره ما في بداخل الهواء يا رابع عشان يا خامس، عشان هيك راح تغرق عندي، لان كلياتها عباره عن حديد. اما القارب لا، النسبه الاكبر هي هواء، فالهواء كثافته اقل من كثافه الماء، لذلك تطفئ القوارب او السفن او البواخر على سطح الماء. السؤال السادس قبل الاخير بحكي لك اعدل بعض التطبيقات العمليه لكل من التمدد الحراري والانكباش الحراري. اخذنا مثال بكتابنا وبالدرس اللي هو مقياس درجه الحراره اللي حكيت لكم بكون داخل بالسئبق. حكيت لك لما تكون درجه الحراره مرتفعه شو بيصير بالسئبق؟ راح يتمدد عندنا الخامس ميزان الحراره. لما تقيس في درجه حراره مرتفعه ماده السئبق راح تتمدد، وهذا دليل على التمدد الحراري. اما الانكماش الحراري فانه هي لما بشيله من المكان او ببعده عن الشخص درجه حرارته مرتفعه وبحطه في مكان درجه حراره طبيعيه، الزئبق شو راح يصير في عنا؟ راح ينزل، يعني ينكمش، فهو الميزان الحراري مثال على التمدد الحراري والانكماش الحراري. اخر سؤال بحكي لك سؤال سبعة، اطرح سؤالا على زملائي في الصف تكون اجابته التسامي. معروف يا خامس انه بدي اساله شو يعني تسامي، او اعطيه تعرف التسامي هو يحكي لي انه هو التسامي. والتسامي هو ان تتحول عند الماده من حاله صلبه الى الحاله الغازيه مباشره دون ان تمر في الحاله السائله. التسامي هو ان تتحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه مباشره دون ان تمر في الحاله السائله. واضح يا خامس؟ اذا هذا تعريف التسامي عنا. هاي الأسئلة كلياتها يا خامس بتكون منقرة على الكتاب، عشان المرة القادمة إن شاء الله رح نبلش بوحدة جديدة اللي هي البركة والطاقة. يعطيكم العافية.